السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر في فيديو جديد. قبل ما نبدأ في الفيديو ده خلينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة يا جدعان عملت مقلب في زيتونة على اللايف على التيك توك. أنا عايزك يا أخويا تكمل الفيديو ده وتقول رأيك في الكومنتات، وعايزك تقول لي في الفيديو الجاي أنزل على مين، وعايز ناس تكتب لي الأيديات بتاعتهم عشان عايزكم تنزلوا معايا ستريم سنايب. أحلى مسا عليكم يا إخواتي، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك، وتسيب الأي دي بتاعك في الكومنتات عشان أنزلك معايا ستريم سنايب في الفيديو الجاي. وكل يوم بنفتح لايف على التيك توك وننزل فيه ستريم سنايب، والناس اللي عارفاني وشافوا الفيديو يشتركوا في القناة. يلا بينا. أنتوا عارفين يا شباب، والله أنا بلعب على الكونتر، والله أنا مبسوط إن اللايف فيه 10,000. والله يا شباب آخر لايف هنوزع عليكم حاجات حلوة. ان شاء الله. ايه ده؟ دي العربية اللي كنت بحلم فيها، اقسم بالله البرنجيني. ايه ده؟ برنجنجيني يا عم؟ ايه ده؟ والله يا شباب كنت بحلم فيها هذه. كنت بحلم فيها العربية. شكلها ده فاصل. شكلها ده فاصل. شكله هذا فاصل. اصبر يا عبي كنز. ده يا امه حرام عليك يا عم. والله حرام عليك، بلعب على الكونتر يا اخوي، بلعب على الكونتر. Don't give up. Your teammates can still recall you. ثواني ثواني يا حازم، ثواني يا حازم.